他在喊门喊了，喊得老。صارت المسألة سهلة، بس العسكريين واضح إنهم يعني شوية بيتعاملوا مع الناس بمنطق العسكريين. لا 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 نعم نعم نعم. ممكن الصور من بره؟ انا من بره. لا حاجات مش من بره اهو كده، يبقى من بره. مواطن شريف حبيبي، انا كده من بره حبيبي. وحضرتك معتصم؟ انا كده من بره. صور من بره بس. انا كده من بره. احنا قال لك ما ينفعش ده. في لك انتخاب جوه؟ لا لا ده تقرا بس على الشارع. دم محروق جدا دلوقتي. كنتش اتمنى ان اليوم ده اصلا اشوفه. شفت مدارس وجنود مصريين واقفين مش فاهمين اللي بيحصل اصلا في الدنيا. المجلس العسكري لو امبارح اللي هو عثمان قال انه الانتخابات دي اول عمليه ديمقراطيه قادتها مصر، انا بقول له وان التاريخ هيكتبها لهم وان هي تحسب لهم. انا بقول له بقى ان اللي حصل اذا التاريخ يا مجلس عسكري هيكتب لكم حاجه، هيكتب لكم ان انتم حطيتوا المدني في وش اخوه، حطيتوا العسكري في وش اخوه المدني بطريقه. حبيبي انا بره، انا بره، ده حقي. ما تصرف كده؟ ده حقي. تصوير يعني؟ ما تصرف تصوير؟ ده حقي، انا بره. مش محقق ما. لا ده حقي. ده حقي. طالما انا مطلوب مني ان انا اروح انتخب في ده كله، يبقى انا حقي ان انا اقف هنا كمواطن وانا اصور، لان انا اكون شاهد على حقيقه الحقيقه اللي في بلدي. ده حقي. فما تقوليش ان ده مش حقي. ماشي، بس انا مش باذي حد، ولا انا ضربت حد، ولا انا معايا طوب، ولا انا جيت جنب حد، ولا انا بلطجي، ولا انا اي حاجه. انا حقي ان انا اقف هنا، ان انا اكون شاهد على اللي بيحصل في بلدي. اللي معاه قوات وسلاح وبتاع انت تحميه. نعم 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 بجد؟ اه والله. الشارع ده ملكنا يا حبيبي، الشارع ده ملكنا، مفيش اي قوه في الدنيا تقدر تمنعنا ان احنا نمشي بحريه. بس هي ايه؟ هو في ايه؟ دول صاعقه. وبعدين مش زمن صاعقه كمان. هتتحرك برضو معايا؟ والله هو هتفرق؟ الكلام ده كله بس والله ما مش فاهمين اي حاجه. انجاز. طيب انا بره، هو قال لي بره، فانا بعمل الصح. هو قال لي بره، معلش انا اسف، بس انا اسف، انا كمواطن مصري، انا كمواطن مصري، انا مطلوب مني ان انا اروح انتخب جوه. تمام. انا كنت بفكر ان انا اروح انتخب، بس انا دخلت جوه شفت يعني امه لا اله الا الله من الجيش. يا باشا انا حضرتك من الجيش جوه. طب اسمعني بس، حضرتك لو ساكن هنا او موظف هنا بتعدي عادي جدا طبيعي، مفيش اي مشاكل. ايوه حبيبي، بس انا النهارده مطلوب مني ان انا اخش انتخب. طب تمام. فانا انا مش شايف ان انا طبيعي بالنسبه لي ان هو يبقى فيه العدد الفظيع ده، ويبقى فيه السلك الشائك، ويبقى فيه السلك الشائك، انا المفروض اعدي منه عشان انا اروح انتخب. انا زيك، انا ما اقدرش امنعك. لا انت مش زيك، لان انا ممنوع اقف هنا وانت ممكن تقف هنا، يبقى احنا مش زي بعض. هي الديمقراطيه يا جماعه تتحكم بالدبابات؟ هي الديمقراطيه تتعامل بالدبابات؟ لا. هي الديمقراطيه دي اللي فيها دبابات؟ طبعا لا. يبقى استغلال. يقول لك اول عمليه ديمقراطيه. واللي راح ينتخب يفوت على 100 سلك شايك و20 دبابه وكذا مدرعه وكذا قوات صعقه. ايه ده؟ والله عرع اللي راح ينتخب بعد المنظر ده.